السلام عليكم يا اخوان، انتم واحد صغير الحسون. شوف والله يبارك الجمال ديالو، شوف اجمل طائر في الطبيعه هو الحسون. هذا حسون طفره تيت بلانش اي غورج بلانش تريبل بورتر. الله يبارك، اللهم بارك. شوف دار يا الله، دابا عند الطائر عنده 15 يوم. الله يبارك، الطائر في صحة جيدة. هاد الموسم راه كنشي على برودكسيون شوية، ماشي بحال الموسم اللي فات، مي الحمد لله اون اريف ا فير دي بتي. كاين انتاج ناقص، مي كاين صغار الحسون. وهاد العام هذا ما فيلميت لكمش كلشي لا ريبروديكسيون، باسكو لان الموسم اللي فات كان فيلمي الازواج ديال الحسون من البدايه حتى النهايه، ولكن الاخوان كاين بعض المشاهدين ما تيقولوش الله يبارك، ما تيقولوش تبارك الله، دونك طاعوا ليا بزاف ديال الطيور. داكشي باش ما بقيتش تنفيلمي كاع على لا ريبروديكسيون، الانتاج ما بقيتش تنفيلمي، ما بقيتش تنفيلمي الصغار. هذا راه اليوم شقات ليا وهزيتو، خشيتي يدي بغيت نعطيهم البيض، خشيت يدي في القفز هو يطلع ليا صبعي وانا نكرجو. ما راه ما يلا الاخوان، تحياتي لكم، تهلاو في راسكم. ولا شاف اللي شاف شي حاجه يقول الله يبارك، لان يعني الانسان فاش تيقول الله يبارك ولا تيقول ما شاء الله، ربي تيبارك في السلعه وتيحميها. يلا خاطر كاع المالي، خاطر عزيز اخ عزيز قناة الطيور طائر الحسون، والاخ عزيز وجميع المالي. يلا الاخوان، تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهو نخليه واحد، خليه واحد شوية بلا ما نحرك يدي. شوف الطائر الله يبارك، شوف الرويس بحال ديال هذا، تيتسمى تيت داكل. هذا عنده الراس بحال نسر. يلا الله يوفق الجميع، ومازال عندي شي مفاجآت لينو غنوريها عليكم حتى نكمل لا بروديكسيون، غير باش غنوريكم جميع الطيور اللي نتجت هاد العام ان شاء الله، باش غادي نكمل لا ريبروديكسيون ونكمل الانتاج ونجمع المحصول ديال الانتاج. غادي ندير واحد الفيديو ونوري لكم الطيور اللي نتجت هاد العام. يلا الاخوان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.